soleil, say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم كوكي ورقم الإكس. رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة، واليوم حنديرو فلوج. الفلوج هذا تاع السيتاب جديد كيما شفتوا الشاشه هذيك الضخمه ما شاء الله تبارك الرحمن، الخلفيه هذه اللي ما بالك راكم تشوفوها، الاضاءه هذيك تكون لكم كلش. وشكرا على الدعم راه الفيديوهات السابقه، انا قريب نوصلوا للتحدي الثاني اللي قلته لكم، انه هو نوصلوا 150 مشترك في اقل من شهر ان شاء الله. مره رمضان نكون نشوفوا. لا تنسى تشترك في القناه، تحط لايك وتفعل زر الجرس باش يصلك كل جديد، وتحط لنا تعليق يركو تعليق شباب هكا شكرا فيديو جميل. وخلونا نبداو، وتان اليوم ما حشيكم غير فلوق، راح نديرو فلوق وراح نديرو اسئله تاعكم. ما كاينش بزاف اسئله ما تدبجتو مع الفلوق، فكره شابه على المخ. المهم دوك نبداو، اصبر شو نفد الكاميرا نوريكم البلاصه الجديده اللي نصور فيها. حاجه الاولى اللي راكم تشوفوها اللي هو الميكرو، اصبر شو نحبس لكم باش كيما راكم تشوفوا هكا الفلوق بدا. هاوليك البيسي تاعي، صبر شو دير، خسرت له ليكرو ليه. وهنا كيما شفتوا في الفيديو السابق هنا لي با، هنا هذو النواظر هذو ما بعرفش علاش تاع اخو تاع اسامه. هذا اليو اس بي، المايكروفون، لابريز، شارجور، من على بالكم كارثة تاع الخيوط مازالها. اللي يسقسيني واش كدير دوكا، هنا نطلع اي جي ان لعبة خليكم معايا انا، وانا نطلع اسطورة الالعاب تا 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 فورتنايت. عندي من البارح وانا نطلع فيها، هذا وراه 13. المهم هذا المايك الاسطوري اللي نصور به، هو افضل مايكات. وهذا الكرسي هذا اللي هو هنايا نروح هنا موصلها. هنا هذه حاملة الكاميرا ما تقدر فيها. هنايا هذه مايكة تاع البي اس 1 خصيصا تاع الفلوقة، حبيت نعيش التجربة. حملت المحاكي سوف نوريكم باش ما تقوليش عليا. اللي حاب يشوف المحاكي الرابط تاعو اكتب روم ستيشن تيخرج لك. هاوليك المحاكي صبر تاع الأجهزة القديمة، هذا يشغل لك الالعاب تاع البي اس 1 وكاع. المهم نلعب عليه الالعاب القديمه كيما تاع البلاي 2 باش تستعيد الذكريات. هنا الاضاءه ار بي جي، اي ماشي روكي فلاشر، ار بي جي. وهنا مجموعه السيديات وكاين مجموعه اخرى، بصح هذه المجموعه اللي حاب انايا خبيتها، والمجموعه الاخرى على بالك نوصل لها. هذه اللعبه تاع الرعب، هذه عجبتني الصراحه حرت فيها. هذه بي جي ار قصه تاعها وحدها نحكيها لكم في فيديو فلوج اخر. هنايا فورزا هورايزون 3، واحد الوقت انا كي شريت الاكس بوكس 360 كنت نلعب غير الاوريجين، من بعد جي تي اي 7 واحد هاد في البدايه. شو لا اقصد الاهانه ولا شركة مايكروسوفت صراحة، انا شو والله كنت نلعب الالعاب تاعكم اوريجين وكاع. لو كان لقيت جي تي اي 5 اوريجينال هي لو كانت 900000 نشريها، ما لقيتش يا خويا ما لقيتش. راح تكركت الاكس بوكس وانا نلعب جي تي اي 5 ما يمكنش اونلاين مستمتع فيه. هذا تاع الويو، انا حمار يا اسمي شريت النينتندو وي، اسمي نوري لكم شاري نينتندو وي مش نلعب لي جيت على وي نورمال. شفت انا هذه وي ويو راح شريه مع الاخر ما حبش يمشي، يقول لي يمشي في ال هذه درايفر سيدي تبحر خطيب الاخر. هذه سليبينغ دوغ لعبة صراحة هايلة، بصح ما استمتعتش بالقصة حتى الجرافيك هايل. وإذا حاب تستمتع بعالم مفتوح غير شري هذه اللعبة، لعب المسلسل الأول والثاني واستمتع بالجحيم. هذه بوكس ما لعبت دبليو دبليو إي ما عجبتنيش شريت هذه، هذه عيان عليها بالله يا خطرة. فيفا 15 هذا اللي شريتها كي كانت في 2015 نشرها شريتها، كنت حماس كي كنت نلعبها. وأيضا هولا طروا نشوف نهار دخلت الاونلاين وما فهمت والو قعدت نموت. هنايا الاسطورة ريزيدنت ايفل 4 لعبة صراحة ديم. وعندنا درايفر سان فرانسيسكو وجريد والحالة ما يشتبشر.
وشادو اوف توم ريدر لارا كرافت، واصلا فينا لعبه الرعب القاتله ريزنت ايفل 2. دوكا نروح نكمل لكم واحد الحاجه، وعدنا اليكم ودوكا راح نقراو التعليقات، ما حش نجاوبو على الاسئله، نجاوبو على الاسئله بصح نقراو التعليقات. شكرا على فيديو لعب اللي هو نازل امبارح بطل استعمال، شكرا صديقي راح نستعمل وألعب للترفيه واصلي أسطورة مبدع أفضل يوتيوبر في العالم. والله شكرا، أعطيكم ثلاث أشخاص دعم لا أولة قناة ألعاب للترفيه عماد، أنا عارفة. ثاني واحد شوت مان إيجاتي، وثالث واحد طارق بوغلوصة موشي منها تنازع نديرو دوكا التعليق. هاولك سؤال تعليق من شوف معي بجيو عطانا سؤال، ما هي طلعاتك في مستقبل القناة؟ وشكرا، شكرا صديقي، طلعاتي هو شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.